احنا علم مباشر اخويا ياك. شوف بنتك انا تحكي لي ياك كما كنقولوا حنايا اون ديتاي. نهار تعرفت على هذا ما يسمى بين قوسين بالمستثمرين ياك شنو هو كيفاش باش خديتو معاهم هذا الصفقه كي درتو شنو كانت الوعود النهار الاول وهذه وعرفنا اسم ديالك واسم الشركه الاولى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدا كنشكركم كنشكر شوف تي في اللي تعطينا هذه الفرصه بلاد ماشي فضفض وكنشكرك سي طارق بعدا شخصيا ونشكر المتابعين. انا يا الاسم ديالي الصحراوي الحسين ابن مدينه وجده صاحب شركه الصحراوي طرافو. هاد المستثمرين هاد المستثمر الاجنبي اللي هما الصينيين عندهم شركه سميتها فانسي جاوا لهنا باش يديروا مشروع ديال ريسيكلاج ديال البلاستيك تدوير النفايات البلاستيكيه في قنفوده في الحصنه ديال قنفوده الجماعه ديال قنفوده الحصنه ديال قنفوده ولاد الشرق غادي يعرفوا الحصنه تما هي تابعه لاقليم جراده تلاقينا معاهم جلسنا عندهم في الاداره ديالهم اللي جايه في طريق جراده بعدا هنايا في بني خلدون جلسنا معاهم وراونا لي كونفونسيون اللي دايرينهم مع الشراكات اللي دايرينهم مع الدوله عندهم شراكه مع الحكومه المغربيه شراكه مع مجلس الجهه شراكه مع وزاره الصناعه وقالوا لنا دي تخدموا غادي غير تخدموا وتخلصوا. هذه 4 سنين دابا تقريبا هذا رمضان الله داخل هو العام الرابع خدمنا مع درنا الكونترا ديالنا درنا الاوراق ديالنا عطاونا الرخصه ديال البناء ديالهم عطاونا المسح الطوبوغرافي ديالهم لي بلون ديالهم بلاناتي ديالهم باش نديروا ليكزيكسيون ديال لي طرافو. بدينا كنخدموا بقينا كنخدموا حتى تقريبا وصلنا للنص كنتصلوا بهم مره كيجيو مره ما كيجيوش كل مره كيقولوا لنا هضره. شكون كيدير معكم الاسم هما هما صحابين الشركه كانوا هما ثلاثه ديال الناس واحد الراجل هو والمراه ديالو وواحد كان خدام معاهم عرفنا هاد الايامات بلي ما بقاش خدام معاهم نتناقشوا هادي كيجينا لعندهم الاداره قلنا لهم ودي دابا حنا وصلنا تقريبا واحد 2,300,000 ديال الدرهم 230 مليون تقريبا حنا واصلين معاهم كي جلسنا معاهم كيقول لك غير غدا بعد غدا ليطا ما عطاتناش الدوله ما عطاتناش مشينا للمركز الجهوي للاستثمار ومشكورين زعما استقبلونا هضرنا معاهم قال لك اودي حنايا لي كونفونسيون اللي عندنا معاهم بشروط على انهم هما خصهم يخرجوا شويه فلوس ما غاديش كاع الفلوس حنا كامله نعطيوها لهم هما يخدموا الناس هادو ما خرجوش حتى شي هادو ما خرجوش حتى درهم حتى درهم الا خرجوها في شي بلاصه اخرى ما نعرف حنا كشركه اللي خدمت تما انايا وواحد صديق ديالي عنده شركه سميتها سودا بطراف كناسي هذا معنا والناس اللي خدموا معنا راه دابا 3 سنين 4 سنين باقيين كيسالوا كاين اللي راه صابر معنا كاين اللي شكى بينا كاين اللي راه يزقع علينا كل واحد وشنو كاين اللي خلصناه شويه بقينا كنخلصوا بقينا يعني شادين المارشي او موتون دايرين لا دايرين الخدامه معنا اللي خدموا معنا الناس اللي خدموا معنا التراسمون الناس اللي كانوا يجيبوا لنا لي ماتيريو ديال الكونستركسيون كيسالوا اللي خلصنا اللي باقي كيسال شويه باقي كيسال بعنا اللي عنده شي لوطو باحه اللي عنده شي دار باحه غير باش نتفاداو ان الناس يمشيو لهم رزقهم والشي كان تابعيننا وهذه وباقي الناس كيسالوا راه باقي الناس بزاف كيسالوا طلبنا بجميع الطرق جميع الطرق سكناها حنا حتى وصلنا اننا نرفعوا قضيه عند في المحكمه كيمشينا عند المحامي باش نستشروه قال لك اول حاجه خصك تخلص الصندوق على الاقل كيتراوح ما بين 10% ل 20% في المحكمه التجاريه حنا المشروع قابضينا تقريبا بواحد 13 ولا 14 مليون ديال الدرهم والخدمه اللي خدمناها 1,300,000 درهم 130 مليون باش نخلص انا 20% راه خصني نخلص 260 مليون انا كنسال 230 راه ما يمكنش ما قديناش حتى ربعوا قضيه صيفطنا اشعارات الكاملين صيفطنا اشعار بعدا لهاد سوسيتي فانسي صيفطنا اشعار للوالي السيد والي الجهه السيد رئيس الجهه السيد المدير العام ديال المركز الجهوي للاستثمار السيد عامل ديال جراده السيد رئيس الجماعه ديال قنفوده ما لقينا حتى شي جواب حتى واحد ما جاوبنا حتى واحد ما عيطنا قالنا ودي اجي نشوفهم غير السيد ديال المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار السي صبري هو اللي جلس معنا وقالنا ودي هاد الناس راهم مش باغيين يخدموا راه جميع المحاولات الوديه درناها معاهم ولكن ما بغاوش يخدموا حتى اللي دار لهم تراسمو السيد اللي خدم معاهم قبلنا دار لهم تراسمو باقي حتى الان كيسال ومؤخرا سمعنا بلي انهم كانوا باغيين يمشيو لاشين ولا حتى تشدوا مانيش عارف علاش تشدوا ولا المهم راهم هنايا احنا دركا ما عرفناش واش مستثمر كيجي غير بسميه ديالو غير باسبور اجنبي انه كمستثمر او لا خصو يجيب فلوس. انا ولد منطقه ديال جراده انا الاصل ديالي من جراده وفرحت بزاف بلي انا غادي يديروا مشروع كان يقولوا بلي غادي يخدم حوالي 3000 واحد و2000 واحد بطريقه غير مباشره يعني 5000 واحد قلت انا منطقتي بعدا غادي تخدم والشرق بصفه عامه والمملكه المغربيه بصفه عامه
حتى كنتفاجئ بلي ما كاين حتى شي حاجه غير اوهام. ها هو دابا الا بغيتو تمشيو معنا تشوفوا في قنفوده احنا بانيين تما شوف فلوس صحيحه راه محطوطه تما، ولكن لا حاجه من تنادي. كان بعدا كنوه بالسيد نائب رئيس الجماعه ديال قنفوده السيد خلاص سميتو محمد، هذا كيد اللي ناضل وهضر وهددهم كاع بالاستقاله. قالوا انا غادي نستقل، انا جيت ترشحت على اساس انني باش نجيب للناس ديال المنطقه ديالي اللي هي قنفوده باش يخدموا. حتى راه ما لا حتى المنتونه دي ما كاين حتى حاجه، ما كملش راه في النص، ما كملوه ما ريضوه. دابا كاين حل من زوج، يا يكملوه يخلصونا ويكملوا المشروع ديالهم، يا سيدي نسحبوا من المشروع ونجيبوا ناس اخرين اللي يقدروا يخدموا ذاك المشروع ونكملوه. هما دابا انت ما عندكش شي اخبار واش الدوله خلصاتهم يعني؟ شوف انا الاخبار اللي عندي هو ان الدوله دايره معاهم دي كونفونسيون، شفنا مبالغ ان الجهه دايره معاهم تقريبا 12 مليون ديال الدرهم، الحكومه عطاهم شي 13 مليون ديال الدرهم، وزاره الصناعه حتى هي شي 12 مليون ديال الدرهم، عاطين لهم دي كونفونسيون ولكن مع شروط. يعني راه ما يمكنش نعطيك انت كمستثمر اجنبي نعطيك الفلوس تهزهم تهرب على برا، خدم وانا نعوضك. وفي التالي قالوا لهم لقينا لقاو واحد الحل بيناتهم، انا قالوا بلوكيو غير واحد المليون ديال الدولار، مليون دولار بلوكيو عندكم حنا غادي يعني باش يضمنوا. راه ما يمكنش حتى اجنبي غادي نحول لك فلوس في الكونت ديالك وما غاديش تخلص المغاربه ديالي وتمشي تهرب على برا. هما لا ما بغاوش يجبدوا حتى الفلوس، ما بغاو. والمشكله الكبيره هو ان ما بغاوش حتى يجلسوا معانا. دابا مشينا لهم المكتب فين درنا معاهم الكونترا اول مره، لقيناهم رحلوا هذه 6 شهور. دابا حنا كندبروا على الدار ديالهم فين راه، وهادي راه ماشي باقيين كنقلبوا. ودابا حتى شي جهه ما بغات تسمع لنا، وحنا كنريضوا الناس كيقول لك اخويا الناس عطيونا رزقنا عطيونا كذا، لا بغينا نديرو وكنريضوهم كنطلبوهم كاين اللي كيتيق فينا كاين اللي ما تيقش فينا كلها وكيداير. ودابا ما كاينش حتى شي اذان صاغيه، حتى شي واحد ما بغى يسمع لنا، تيقول لنا الواحد شنو عندكم. ودرنا الطلبات، حطينا الطلب في ولايه جهه الشرق، مجلس جهه الشرق، مركز جهوي الاستثمار، عماله جراده، جماعه قنفوده، وحتى واحد ما عيط لنا قال لنا ودي واحد نقول لكم شنو ولا جات شي. هاد لي دوموند ديال جيستيفيكاسيون ولا ديال اللقاءات وقاش تكون بالضبط؟ هادي دابا راها عامين دابا ملي درناها. عام ونص عامين. لا ما درناش رابيل، ما كاينش جواب. وفي التالي بقينا كنمشيو نحضروا غير شخصيا، يعني كنمشي للعماله كنستنى يدخل السي العامل، خطره كتقابل خطره ما يتقابلش معاك. المهم مشروع راه باقي معلق تمايا، ما كملوه ما حتى حاجه. راه حنا كنشوفوا فلوسنا راه محطوطه تما، وهذا المستثمر اللي هو اجنبي ما مسوقش كاع، وكيقول لك انا راه عندي حصاله دبلوماسيه، انا عندي هذه، انا عندي دي. ما عرفناش انا دابا الناس معنيين كما كنقول لك. كيقول لك اخويا انا كنسنى يعطوني الفلوس ونعطيكم، وانت انا جاي مستثمر اجنبي، سنى حنا المغرب الدوله المغرب تعطيك الفلوس عاد باش تستثمر لي، نعطي ولاد بلادي بعدا نعطيهم الفلوس. حتى ما كيبان لنا اذا كانت الامور كتشابه مع هذه القضيه هذا راه شيء خطير جدا. اذا ما بقاش استثمار لا ما بعدا ولا هادو ما جاي
ما جيبش حتى درهم ويبقى يقول لي انا عندي حصانه دبلوماسيه. وحنا